وصغيرة جدا من تحقيق حلم الصعود. نتمنى من كل من أعماق قلبنا طبعا تغطيتنا من داخل زيو سيتي بوان نيت هي تغطية مهنية احترافية نقل المقابلة بحياد، ولكن لا نخفي تعاطفنا مع نهضة سكرافور زيو لكرة القدم. أكيد تعاطف نابع من جنس الانتماء. مقابلة يحضرها جمهور غفير، حسب مصادر من اللجنة المنظمة عدد الجماهير فاقت 3000 متفرج. 3000 متفرج تستلزم حضور أمني قوي. أثناء سؤالنا لأحد الكوادر الأمنية بمدينة زيو حول عدد الجماهير، حول عدد رجال الأمن الذين يغطون الحدث، قيل لنا أن عددهم يتجاوز 160 رجل أمن بين رجل أمن وأفراد من القوات المساعدة. إذن كما تعلمون أجواء لم نشهدها منذ قديم الزمان، أقول منذ قديم الزمان، شخصيا لم أرى مثل هكذا جماهير، مثل هكذا أعداد من الجماهير تدخل للمركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة زيو إلا اليوم. منذ 20 سنة لم أرى هذا أو أكثر، لم أرى هذا الكم منذ المقابلة المشؤومة التي أجراها فريق نهضة سكرافور زيو لكرة القدم ضد فريق المغرب التطواني. وأسفاه وأسفاه المغرب التطواني الآن في هذه اللحظات شارك في كأس العالم للأندية جنبا إلى جنب مع ريال مدريد. نهضة سكرافور زيو بقيت يتيمة، ترنحت حتى وصلت أسفل سافلين. وضع لا نبغيه لا نريده. مدينة زيو برياضيها وبشبابها وبطاقاتها تستحق أكثر من ذلك. أتمنى من الله جاهدا أن يكون اليوم يوم عرس تحقق من خلاله نهضة سكرافور زيو الصعود. أتمنى أن لا يخيب ظن هذه الجماهير المتواجدة من خلفي، أتمنى أن لا يخيب ظن ساكنة تتجاوز 35000 نسمة. أقول وأؤكد أن رجال الأمن متواجدون بشكل كبير، الوقاية المدنية متواجدة، اللجنة المنظمة والممثلة في جانب منهم متطوع والجانب الآخر يمثل المكتب المسير لنهضة زيو. عفوا صحح لي بعض الإخوة الاسم ليس نهضة سكرافور زيو، هذا كان في السابق بل نهضة زيو لكرة القدم. قلت أتمنى جاهدا أن يحقق فريق نهضة زيو حلم الصعود، حلم تستحقه مدينة يتجاوز عدد ساكنتها 35000 نسمة. مشاهدينا الكرام، أبناء مدينة زيو بالداخل وبالخارج، ترقبوا معنا لحظة بلحظة هذه المقابلة، ترقبوا معنا عبر موقعكم زيو سيتي بوان نيت لحظة بلحظة، سنوافيكم بكل التفاصيل. أتمنى من قلبي أن تمر أجواء اللقاء في أجواء رياضية يتسودها الروح الرياضية. ما وقع بمضار قد وقع، الاعتداء الذي طال الشباب ولاعبي مشجعي فريق نهضة زيو لكرة القدم، أتمنى أن لا يقابل بالانتقام، وأن تظل هذه الجماهير رمزا للحضارة، رمزا للتطور والرقي الذي تعيشه المدينة على المستوى المجتمعي. أتمنى من قلبي أن تمر المقابلة في أجواء شاحنة، رغم الشحن الذي قد يسقط فيه بعض الشباب. أتمنى أن لا يقع هذا، أجواء حماسية وحماسية كبرى. فريق نجم مضار لكرة القدم والذي يبتعد عن فريق نهضة زيو بنقطة واحدة، أعتقد أنه يسعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز وغير الفوز. نهضة سكرافور زيو هذه فرصتها، جماهير غفيرة، ملعب اعتادت اللعب فيه، وبالتالي هي تريد أن تحقق الثلاث نقاط وتحسم أمر الصعود. ذاك ما نتمناه. مشاهدينا الكرام، تابعوا معنا لحظة بلحظة مقابلة نهضة زيو لكرة القدم ونجم مضار للعبة.
كنشكر الطاقم ديال زيو سيتي اللي على هذا اللحظه اللي عطانا نتكلموا فيها، وهذا اجواء زوينه وزوينه بزاف، وكنرجعوا بها الذاكره ديال زيو وديال والكره لاباس بها في زيو ان شاء الله الرياضه. وشكر الجميع، ونتمنى الجمهور يكون في مستوى يشجع الفريق ديالو ويحترم ضيوفه. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه من المنبر ديال زيو سيتي كنهنيو الجمهور ديال الساكنه ديال زيو اللي لبات الطلب ديال هذه الفرقه الفاتيه. كنتمنوا ان شاء الله هذه المقابله تدوز في روح رياضيه ويكون عرس، لان افتقدنا لهذا الحدث سنين وسنين. كنتمنوا ان شاء الله يكون عرس ويكون توفيق من الحليف ديالنا هذا السكرافور زيو، ونتمنوا ان شاء الله هذه المقابله تدوز في روح رياضيه عاليه ويكمل ان شاء الله بعرس، لان الهدف الوحيد اللي عندنا من هنا الناس ولاو كيجيو كتفرجوا الكره ربح الساكنه والربح للمدينه وبالتوفيق. وكنشكر من هذا المنبر جميع الساكنه ديال المدينه وجميع الغيورون على الفرقه، ونتمنى ونتمنى ان شاء الله نتوفقوا. وشكرا زيو سيتي، والله يعاونكم ويعاوننا ان شاء الله. كما كيعرف يعني الجميع هذا النهار كاينه واحد المقابله حاسمه كتجمع بين الفرقه نتاع المدينه نتاعنا زيو مع ميدار، يعني كنتمنى ان شاء الله هاد الرجال هاد اللعبه نتاعنا ما يحشموناش وحققوا لنا نتيجه ان شاء الله تكون ممتازه باش ان شاء الله نصعدوا للقسم القادم، وان شاء الله يا ربي نطلب ربي يحشمنا ان شاء الله ويحققوا نتيجه باش نفرحوا هاد الجمعيه ان شاء الله يا ربي. شكرا زيو سيتي على التغطيه نتاعها المتميزه. إذا المشاهدين الكرام، فائل حسن نسمعه الآن. نهضة زيو لكرة اليد تحقق انتصارها خارج القواعد بمدينة جرادة بنتيجة 17 مقابل 10. معنا أحد اللاعبين، أحد نجوم الفريق. الأول مبروك عليكم هدف فائل حسن على فريق نهضة زيو لكرة القدم. كيفاش كتشوفوا المقابلة ديال اليوم؟ قبل إعلان الهون أنتم حسابكم بالتالي. والمقابلة إن شاء الله غادي تكون ماشي سهلة، إنما كيلعبوا على الطلوع، وان شاء الله كنتمناو لهم التوفيق للاخوان وان شاء الله انتصار وتكون الفرحه فرحتي ان شاء الله. اذا الفريق ديال كره اليد فريق جديد على الساحه الكرويه، اول مره المدينه تمثل الفريق في هذه اللعبه هذه بالتحديد. كيفاش كتشوفوا يعني البدايه ديالكم، لا من حيث المساعده ديال المسؤولين، لا من حيث الاهتمام ديال الجماهير؟ والحمد لله يعني الاهتمام كاين من طرف الجماهير، لا من المشجعين، لا من كل شيء، لا من المكتب المسير الحمد لله، وان شاء الله ما نخيبهم ان شاء الله. ان شاء الله. اذا معنا السي عبد الرحيم، احد اطر المشرفه على فريق نهضه زايو لكره اليد. السي عبد الرحيم مبروك عليكم الاول، يعني نتيجه ما كناش كنتوقعها، هذه القوه اللي بدات بها نهضه زايو لكره اليد، يعني كيفاش كتشوفوها؟ يعني فريق فاتي وبدا بواحد القوه، يعني كاين طاقات في المدينه. الحمد لله كاين تضافر ديال الجهود ديال اللاعبين وديال المسيرين. بكل روحية يعني كنقول لك اللعبة قاموا بمجهود قوي اليوم، وبرغم عناء ديال السفر ديالهم والمشاكل اللي كانت عندهم مساكين. كيفاش كتشوف المقابلة ديال كرة القدم اليوم؟ بالنسبة لكرة القدم نقول احنا جينا ديريكت ما دوجنا ما والو، غير باش نقولوا نصروا الفريق ديال النهضة، لأن راه النص ديالنا دمنا وروحنا. ما جايين من الملعب مباشرة. مباشرة من الملعب دابا غادي يمشيو عادي يدوجوا الدراري. مجهود كل أبناء المدينة. وجينا نفرحنا حنايا الجمهور. بغيناهم يفرحونا الدراري ديال الفوت كثر عاد ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام، هذا الفائل هذا نتمناوه يعود بالخير على فريق نهضه زايو لكره القدم كيف ما فاز نهضه زايو لكره اليد. اذا هنيئا لكم. الاسم زكريا بابا. سي زكريا. والسي عبد الرحيم هنيئا لك. دير لك تك. Woo!
الطوسي، اهلا وسهلا بك سيد جمال الطوسي. كيفاش كتشوف المقابله ديال اليوم؟ توقعات ديالك للمقابله؟ المقابله اصلا غادي تكون صعيبه بزاف، لانه جات في واحد الوقت اللي صعيب شويه، انه مباشره بعد نهايه المقابله ربما غادي تفرز شكون هو اللي غادي يمشي لمقابله الست. كيفاش كتشوف يعني الامكانيات تاع فريق نهضه الجزائر كره القدم؟ وامكانيات محترمه وامكانيات لا باس بها، لانه لو لم يكن فريق متميز وفريق ممتاز لما كان يعيش هذه اللحظه التي ستؤهله الى مقابله الست في حاله فوزه مباشره. كيفاش توقعاتك كاطار تقني للفريق نجم دار، كيفاش كتشوف توقعاتك للمقابله؟ اعتقد بانه مثل هذه المقابلات يصعب التكهن باي نتيجه، لان الفريقين بجوج كيعيشوا تحت واحد الضغط اللي ممكن انه اللي يخفف منه ربما هو اللي غادي يفوز. المستوى ديال الجماهير ديال زايد صراحه رائع، لم اكن اتوقع بانه فريق يلعب ضمن بطوله العصبه انه عنده جمهور بهالحجم وبهذا الشكل هذا. ربما انت كرياضي اكيد غتكون رياضي باعتبارك مدرب ديال نجم ميدار، ربما معلومه اللي ناكدها لك هو ان فريق زايد نهضه زايد لكره القدم كان الند للند مع عفوا مع المغرب التطواني، شكون يطلع القسم الثاني سعد المغرب التطواني بمقابله قيل فيها الكثير حول مستوى التحكيم، والان ما فريق زايو يعني الفريق الاول مدينه زايو كيلعب يعني في مستويات ربما الدنيا ما كتليقش بحجم المدينه. اعتقد تاريخيا انا كما كنعرف بحكم التجربه اللي عندي في الميدان بانه فريق نهضه زايو كان في واحد المستوى عالي، واللي بعلمي انه بحكم العلاقه اللي كتربطني بالمسيرين ديال زايو هذه مده طويله، انه نظرا للظروف الماديه اللي كانت كيعيشوها هي اللي خلات له انه يتراجع المستوى ديالو على اساس انه يرجع بطوله العصبه باش يمارس فيها. شكرا لك سي جمال الطوسي، شكرا. كاميرا. كله من الكاميرا بيجي. هو برا قال